يمكن كان من جلسات الحوار الوطني أيضا كانت فكرة الحديث عن الهوية المصرية. وبمناسبة الحديث على الحفاظ عن الهوية المصرية، في أمور كتيرة قوي. الهوية المصرية مش مجرد اللغة المصرية فقط، مش مجرد أيضا التراث الخاص بينا سواء كانت أثرنا أو غيره، لا، لأن احنا عندنا فعاليات كتيرة قوي وأمور كتيرة. الفن ده جزء من الهوية المصرية. بكرة هتنطلق فعاليات دورة جديدة لواحدة من المهرجانات اللي بتخلق حالة من البهجة في الشوارع المصرية تحديدا، ويعني بينقلها العالم كله. هي فكرة الفولكلور والموسيقى التراثية، لأن مصر بس أنت بتتميز بالفولكلور المصري والفن المصري الشعبي كمان التراثي القديم، وده جزء من الهوية المصرية. هاي احنا بنتكلم عن يمكن مهرجان الطبول، يشارك فيه عدد كبير قوي من الفرق من اكتر من 10 دول. خلينا نتعرف اكتر على يمكن فعاليات مهرجان الطبول من مديره المهرجان سهام اسماعيل اللي معانا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك، اهلا بيكي. خير يا فندم، اهلا وسهلا. صباح الخير يا استاذه سهام، وعاوزين نعرف من حضرتك الجديد في هذه النسخه من مهرجان الطبول. صباح النور. طبعا دي الدوره العاشره لمهرجان الطبول الدولي والفنون التراثيه برعايه وزاره الثقافه المصريه دكتوره نبيل الكيلاني، وبالتعاون مع وزاره السياحه والاثار هيئه التنشيط السياحي، وبالتعاون مع مؤسسه حوار لفنون ثقافات الشعوب. طبعا زي ما حضرتك تعلم المهرجان ده الحقيقه الناس بتستناه من السنه للسنه، بتنتظره زي ما حضرتك تفضلت وقلت، وبيخلق حاله من البهجه والتفاؤل والسعادة بين الناس والمواطنين المصريين. بيتميز هذا المهرجان بالحفاظ على التراث الشعبي وأيضا لغة الطبول، والمعروف أن لغة الطبول هي لغة حرب، ولكن إزاي الفنان انتصار عبد الفتاح مؤسس ورئيس المهرجان بيحول هذا الشعار إلى حوار الطبول من أجل السلام. طبعا لغة الطبول لغة يعني معروفة، وخاصة في أفريقيا، ودايما الشعار الدائم بتاعنا بتاع المهرجان الحقيقة هو أفريقيا ضيف شرف دائم للمهرجان، لأن هم اللي بيتميزوا الحقيقة بلغة الطبول. حوار الطبول من أجل السلام بيخلق حالة من التواصل الإنساني بين الثقافات المختلفة اللي موجودة معانا في هذه الدورة، والتأكيد على الهوية المصرية والتعرف على الثقافات الشعبية في البلدان المختلفة. أستاذة سهام، هل بتختلف أنواع الطبول من بلد للتانية؟ يعني خلينا الأول نعرف إيه الدول المشاركة في المهرجان والطبول المختلفة. يعني إحنا مثلا في مصر مثلا، أنا هديكي مثال، أنا معرفش يعني مشهورين بالطبلة مثلا، هل ده نوع من أنواع الطبول المشاركة؟ طب الدول التانية مشاركة بطبول إيه؟ طبعا الطبلة المصرية أساسا دي علامة يعني عندنا في مصر، طبعا مشهورين بيها. مثلا عندنا الطبول الصينية مثلا، أو وعندنا البلاد الآسيوية والبلاد الأفريقية، في طبول هنا وفي طبول هنا. طبعا الصين مشهورة مثلا بالطبول، أفريقيا كلها مشهورة بالطبول، ولكن مختلفين الحقيقة. يعني لغة الطبول هنا غير لغة الطبول هنا. كل ثقافة ليها شكل وطبيعة خاصة للطبول. عارفين الطبول يمكن الأفريقية ليها طابع خاص بيها، بيبقوا نوعين من الطبلتين كده شبيهة للدرامز، لكن هي مش درامز. وحتى الزي الأفريقي بيبقى مختلف، ده حقيقي، والعازفين بيعزفوا على هذه الطبول. طبعا ده حقيقي. احنا عندنا السنه دي في تنوع في لغه الطبول، وطبيعي ده طبيعه المهرجان، كل عام بيبقى في حاجات مختلفه. السنه دي عندنا جنوب السودان مثلا من افريقيا لغه الطبول، وشكلهم الرقص الشعبي بتاعهم وعاداتهم وتقاليدهم مختلف. مثلا معانا سريلانكا، غير طبيعه وشكل طبول سريلانكا السنه دي. معانا مثلا الجزائر، الفن الشعبي الرقص الجزائري، بنجلاديش، اليمن، عايزة أقول لحضرتك الهند. يعني كل ثقافة بتقدم الفن بتاعها والتراث بتاعها، سواء عن طريق الطبول أو الرقص الشعبي لنفس البلد. طيب عاوزين نعرف بقى ضيوف الشرف والدول اللي هتكون مشاركة في هذه النسخة.
الحقيقة طبعا زي ما حضرتك تعلم السنة دي طبعا مختلفة، دورة استثنائية شوية صحيح. نظرا للظروف الاقتصادية على مستوى العالم. يعني كان في مفروض أكتر من فرقة تيجي من بره، لكن نظرا لحجز الطيران وتأخروا على ما أخذوا الفيزا والكلام ده، لكن عندنا في 4 مشاركات خارجية الحقيقة اللي هم اللي معانا السنة دي. عندنا سريلانكا، اليونان، الجزائر، المكسيك، 4 دول. 4 دول ضيوف شرف. عندنا ايضا من داخل فرق السفارات والجاليات اللي موجوده في مصر تبع السفارات بتاعتها في القاهره، الهند، بنجلاديش، اليمن، في اكتر يعني في 10 ثقافات معانا السنه دي ان شاء الله، وبفرق المصريه كلها المتنوعه. يعني عندنا فرق من القاهره عفوا ومن الاقاليم المختلفه. طيب حفل الافتتاح والختام هيكونوا فين يا فندم؟ طبعا الحفل الافتتاح والختام اولا في مسرح السور الشمالي بجوار باب النصر في القاهره التاريخيه اللي هو اخر شارع المعز من ناحيه الدرافه. المكان هناك في مسرح السور الشمالي، هو مكان تاريخي ايضا وله بوابه عشان التحكم في الدخول والخروج، وهو مكان مفتوح كبير بيسع لاكثر من 3000 متفرج. طبعا الاول كنا بنعمل في مسرح بير يوسف في القلعه، لكن السنه دي الطبول لاول مره في السور الشمالي. في 4 اماكن اخرى للفعاليات، بدايه من يوم 28 عندنا ساحه الهناجر، الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، بيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية، مكتبة الطفل والحضارة في مصر الجديدة. ال4 أماكن دول بجانب المكان الرئيسي هو مسرح السور الشمالي. طيب دكتور، عاوزين بقى نعرف ورش العمل اللي هتتم ولكل من له رغبة في الحضور، سواء كان حضور العروض يعني المميزة، لأن أنا يعني كان لي شرف اللي أنا حضرت قبل كده حفل من حفلات الافتتاح والختام وشفت قد ايه الفنان انتصار يعني عامل حاله من حالات التناغم ما بين كل الفرق، وزي ما حضرتك قلت يحول لغه الطبول من لغه حرب الى لغه سلام لكل من يريد الحضور. يعني ازاي يقدر اللي هو يحصل على يعني تذكره للحضور، وايضا ورش العمل هل هي متاحه للحضور امام الجمهور؟ طبعا يعني هو طبعا المهرجان الطبول ومهرجان سماع الدولي للانشاد والموسيقى الروحيه، المهرجانين دول الحقيقه اللي اسسهم الفنان انتصار عبد الفتاح برؤيه وفلسفه خاصه جدا صحيح. وهي الورشه الفنيه اللي بتتعمل في الافتتاح والختام اللي بتجمع كل الثقافات مع بعضها على المسرح في لحظه واحده. يعني مش كل يعني غير ان كل ثقافه بتقدم الفقره بتاعتها لوحدها، لا، اللي بيميز هذا المهرجان الورشه اللي بتبتدي في الافتتاح وفي الختام، ازاي بيجمع كل هذه الثقافات على المسرح، وهناك حوار فني بيحصل بين كل ثقافه واخرى، وتناغم وانصهار وهارموني بين كل هذه الثقافات. حضرتك ما تقدرش تميز كل بلد عن أخرى من كتر ما هم بقوا خلاص عمل واحد على المسرح. هو هنا بقى التأكيد على التواصل بين الثقافات المختلفة والحوار الآخر وحوار ثقافات الشعوب. فالورشة الحقيقة بتبقى في ورشة في الافتتاح وورشة في الختام. طبعا ده الحفل الافتتاح وحفل الختام بيتميزوا بهذه الورشة اللي هم منتظرينها من الفنان انتصار عبد الفتاح كل عام، اللي بتجمع كل الفرق مع بعضها. الحقيقة بيبقى فيه كده حالة بهجة وسعادة في هذه الورشة. طبعا الدخول مجانا، الدعوة مفتوحة، مش محتاج دعوة خاصة ومش محتاج تذكرة عشان يقدر يدخل، لا، أي حد عايز يشوف المهرجان الحقيقة بيبقى متاح جدا الدخول في كل الأماكن مجانا. يعني الافتتاح بيبقى دي كمان دعوة مهمة جدا انه الدخول مجانا، ما فيش اي تذاكر، لا، دعوة مفتوحة للجمهور من غير اي تذاكر ومجانا ومن غير دعوات خاصة. الدعوات الخاصة الحقيقة بتبقى مقتصرة على سفارات الدول المشاركة، بعض الشخصيات، لكن الناس بتدخل حتى من غير دعوات عادي جدا. يعني في اماكن مخصصة طبعا للسفراء والفي اي بي، مش بمعنى انهم يعني متميزين عن الناس العادية، ولكن حضرتك كما تعلمين يعني لازم بنرحب بضيوفنا اللي بيجوا من السفارات والمصاحبين للفرق المشاركة والكلام ده، وبالتالي بعديهم بقى جمهورنا المصري الحبيب كلنا بنبقى قاعدين مع بعض في حالة جميلة جدا.
فاحنا بس بنناشد الجمهور، لان المهرجان ده بيبقى عليه اقبال جماهيري كبير، ان احنا ما نبقاش مستعجلين في الدخول ونعمل تزاحم، لا كل الناس هتدخل بسهوله من غير اي تزاحم، والدعوه مفتوحه ومحدش هيقول لهم ما تدخلوش. نشكرك استاذه سهام اسماعيل، مدير مهرجان الطبول والفنون التراثيه.